الصوت واضح؟ واضح. بسم الله. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. حياكم الله. طبعا حكاية حلم الإنسان بالحلم يصبح مرهقا عطشانا جائعا طوال عمره، بدون حلم يصبح بلا فائدة. شيء جدا متعب أن تكون لديك حلم، وشيء متعب أكثر أن تكون بلا حلم. قبل تقريبا 19 سنة وأنا عمري 5 سنوات، لا مو 5 سنوات، الآن 5 سنوات ذاك الوقت، كنت كان عندي حلم إن أنا أسوي شيء جديد وأخالف ما يقال لي من البيئة اللي حولي، إنه يا مهند نبغاك دائما تصير زي الناس، ومتى تكبر ونشوفك زي الناس، أو على قول الإخوان اللبنانيين مثل العالم. قررت بعد ما شفت الناس إني أصير مني زي الناس، قررت أسوي أشياء جديدة، قررت إني أكون مخترع، لأنه قالوا لي إنه اللي يسوي أشياء جديدة هو مخترع. بعد ذلك سألتهم، كنت أبغى أصير المخترع الوحيد في العالم، قالوا لي في غيرك مخترعين. قلت لهم أبغى أخترع 100 اختراع، قالوا في غيرك سواها. قلت لهم أبغى أخترع 1000 اختراع، قالوا غيرك سواها. قررت أخترع 1000000 اختراع. طبعا 1000000 اختراع بالنسبة لشخص عمر 5 سنوات جدا معقولة، لكن لما يكبر تبدأ الأمور تصعب يوم بعد يوم. لكن الحلم هو الشيء الذي يجعلك دائما مشغول. اللي حصل قبل تقريبا 3 سنوات من الآن، في أبريل 2008 استيقظت من غيبوبة لأجد نفسي قد فقدت بصري وفقدت ساقي اليمنى في حادث سيارة. كان الكل يخبرني بأنه ما أحد كان يتوقع أنه أصحى من هذا الحادث حي. استيقظت، أول شيء حسيت أنه في خطر، ليس سمعتي ولا دراستي، حسيت أنه حلمي في خطر. لو بنيت حلم 1000000 اختراع ووددت فيه نهضة الأمة الإسلامية على إنسان واحد، فأنت بنيت بناية على ركيزة غير مستوية. هذا الشخص الواحد لو مات انتهى كل الحلم. لذلك حولت حلمي من 1000000 مخترع لمهند إلى 1000000 مخترع مسلم محترف. قررت الحلم هذا، حلم الاختراع، أزرع في الناس لأضمن بقاؤه، لأضمن بقاؤه. لا يعني أن الحلم تزرعه في نفسك معناته الحلم خالد، لأن الحلم مبني على واحد اسمه هند أبو دية قد يطلع من هذا المول أو يطلع من هذا الفندق الآن ويصدم بأحد السيارات أو حوادث الرياض القليلة. حتى أذكر أنا لما حصل لي حادث كان الكل يطلع إشاعات في النت في الإعلام الرقمي هذا حقكم إنه مهند أبو دية حصل له الحادث بسبب قوة أجنبية، وحصل له الحادث، وحتى ذكر لي إنه قال مهند. فقلت لهم والله لو مهند أبو دية، لو العالم كل الكي جي بي والسي آي إيه وكل المخابرات في العالم اتحدوا على انهم يسووا لي حادث، على انهم
يخططوا حوادث مدينة الرياض والله لعجزوا، ما عندهم عمالة كافية. لكن قررت أنه فعلا هذا الحلم ينشر بين الناس، إذا زرع في مليون مخترع مسلم ستنشأ حضارة لن تتوقف أبدا، وضعت على أساس متين على مليون. من يقدر يصدم كل هذولي؟ فبدأنا في حلم المليون مخترع مسلم محترف، بدأت في التأليف، في التدريب، في إلقاء الحملات، في المحاضرات. كانت كثير من الأشياء الصعبة تخبرني بأنه ما في أحد متحمس لعالم الاختراع مهند. ألقيت محاضرات على أكثر من 30,000 شخص، وفي آخر كل محاضرة كنت أقول لهم هل أنتم مستعدون لتغيير العالم؟ كان الكل يقول نعم، لكن ما نعرف كيف. إذن عرفت المشكلة، ليس المشكلة أن الناس ما يبغوا يخترعوا، الناس ما يعرفوا كيف يخترعوا. بدأت في التدوين، أفضل طريقة للوصول للناس هو الإنترنت. تعبت وأنا أنتقل من مدرسة إلى مدرسة، من جامعة لجامعة. أنا اليوم كنت في جامعة، لكن هل حظل طول عمري أتنقل من جامعة من مدرسة لمدرسة؟ لا. مع عالم الإعلام الجديد أصبح لدي قدرة أن أصل إلى كل الناس في بيوتهم وأوصلهم فكرتي. بدأت في التدوين، دونت مدونة طريقة الاختراع. طريقة الاختراع ممكن تشوفوها أنتم الآن بعد شوية. طريقة الاختراع بدأت فيها ودونت الكثير من المقالات للناس، بشوف هل الناس يبغوا فعلا يثقفوا عن الاختراع، يبغوا يسووا منتجات تغير العالم ولا لا. وجدت الناس متحمسين، ووجدت أن مهند أبو دية لوحده في الحلم هذا ما يكفي. قررت أشكل فريق، أشكل مؤسسة، استرلاب، مؤسسة غير ربحية متخصصة في أنها تكون استرلاب للناس. الاسترلاب هو اختراع إسلامي قديم لإرشاد التائهين في الصحراء. عندنا الاسترلاب الآن اختراع إسلامي ويرشد التائهين، إذن فنسمي مؤسستنا استرلاب. وجماعة فريق منهم الناس الرائعين اللي معايا، فيصل وبسام جمعنا اليوم. أتمنى تحية لفيصل وبسام. فريق من الناس المتحمسين في نشر ثقافة الاختراع جمعناهم مع بعض وأنشأنا شيء اسمه استرلاب، أول بوابة متخصصة في خدمة المخترعين العرب. كيف كان تدوين فيها؟ مقالات يومية، كل مقالة أو كل يوم في الأسبوع يتكلم عن شيء. أول يوم يتكلم عن يوم السبت، يتكلم عن قصة مخترع، نغوص في أعماق مخترع ونعرف بالضبط إيش يحتوي في داخله. والميزة أنه اللي بينه وبين المخترعين هو ما بين مخترع إلى مخترع. اليوم الثاني يوم الأحد نأخذ كتاب عن عالم الاختراع ونقوم إيش نسوي؟ كما يقال نفصصه، نشرح كل اللي فيه عيوبه. يوم الثالث نتكلم عن موقع انترنت ونمسكه ونسوي له فصفصة مرة أخرى. يوم الرابع نتكلم فيه عن شيء يحتاج المخترع في ورشته ونتكلم عن تجارب ناس جربوه. يوم الخامس نتكلم فيه عن اختراع نسميه اختراع الأسبوع. يوم السادس نتكلم فيه عن آفاق مستقبلية، إيش الشيء اللي ممكن تشوفه أو نتوقع أنك تشوفه خلال 20 سنة القادمة. وآخر يوم نجيب صورة لاختراع مضحك ونبغى الناس يعلقوا عليه. هذا غيظ من فيض من استرلاب. حلمنا حلم صعب، حلم كبير، مليون مخترع مسلم محترف. ليس بالحلم السهل، لكن صدقوني والله لو الحلم كان سهل فما يستاهل مهند يطلع على المسرح يتكلم عنه. الحلم لو ما كان صعب، لو ما كان يحبس أنفاسك، لو ما كان يخليك تحلم فيه وانت نايم، تحلم فيه في كل حصة تحضرها مع مدرس
وانت لابس نظارة سوداء علشان ما يشوفك انك نايم في حصته. الحلم اذا ما كان معاك في حياتك كل يوم ما يصير له فايدة. هذا الحلم الان جمعنا في اس كثيرين معانا. انا عارف انتم تتكلموا عن المدونات اغلبها اشياء شخصية لافراد، لكن حرام حلم أمة نحطه في شخص واحد. أنا عارف إنه الطريق أمامي مظلم، مليء بالعقبات، مليء بنظرات المحبطين والمحبطين، مليء بالأبواب التي يجب أن نفتحها أو قد نكسرها، مليء بالجدران اللي يبغى لها قفز، مليء بالعثرات والعقبات. لكن صدقوني بين كل تلك العتمة لا زلت أرى الضوء في آخر النفق. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.